سنوات عجاف طويلة عانى نقص الخدمات فيها أهالي منطقة البعاصي في ناحية الحاتمية التابعة لقضاء الضلوعية على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها الطرق ونقص إسالات مياه الشرب والمراكز الصحية. ومؤخرا وضمن خطط الإعمار الجارية بمحافظة صلاح الدين وبتوجيه من المحافظ وبإشراف مستشار المحافظ جاسم محمد حسن، باشرت الشركات بتأهيل الطرق خطوة أولى. وقد أكد القائمون على الحملة الجارية مواصلة الأعمال والاستعداد لمشاريع خدمية أخرى، وبدورهم رحب الأهالي بالمبادرة والتفات المحافظة للمنطقة، مطالبين الجهات المسؤولة بناء مدارس ومستوصفات طبية لإنعاش الحياة اليومية والتخفيف عن كاهلهم. قمنا بأعمال إكساء وتبليط هذه المنطقة ومنطقة يثرب ومنطقة الزور، وإن شاء الله إحنا مو الشركة الوحيدة، لكن شركة ذات مواصفات إن شاء الله عالية وجيدة جدا، يمتاز الإسفلت مالنا بدرجة الحرارة الجيدة، والإسفلت بالكميات حسب المواصفات الجيدة جدا. لاحظنا مساعدة كبيرة من قبل الأهالي، مشكورين السادة المسؤولين اللي كانوا مساعدين ويانا إلى أبعد الحدود لإزالة بعض التجاوزات اللي كانت موجودة. فاحنا هاي المنطقة تعبانة حيل، لا تبليط لا إسالة مال مي لا كهرباء، يعني احنا تعبانين إلى أبعد الحدود من ذاك اليوم لهاليوم. تدري احنا وين كنا؟ احنا ورا الشمس، الله وكيلك ورا الشمس، ما حد ينشد علينا ولا حد يقول لنا وين تريدون. والإسالة عندنا إسالة مال مي ماكو، يعني جبناها سوينا نحط ماطور ومن عندنا جبناها نسوي إسالة عود لا تجي بجهود الطيبين أستاذ جاسم محمد الحسن الفياض، لأن هو اللي اشترك بيها وهو جابها، وإحنا نطلب من الخيرين والناس الطيبين. وإحنا البعاصي عندنا الطلاب، لا مدرسة أكل مدرسة تشينكم من فوق وحق رسول الله محمد لو أوديك عليها، طلاب يطلعون لما يصل مدرسة بطين يجي اليم منقع بطين. نعاني من الإهمال في نقص فيها الخدمات من الجانب الصحي ومن جانب المدارس ومن جانب التبليط وغيرها من الخدمات، نعاني من هذا النقص منذ سنوات عديدة. واليوم إن شاء الله بوادر الخير بدأت عندنا في تبليط بعض الشوارع، والحمد لله بدأنا في عملية إكساء بعض الشوارع، لكن نناشد جميع نواب محافظة صلاح الدين أن ينظروا إلى النقص الحاد في الخدمات اللي موجود في منطقتنا. هذه المنطقة عانت من شوارع ومن مستوصفات ومن مدارس، وهذه المنطقة لم يمر عليها أحد، والآن بجهود الطيبين والناس الخيرين تم تبليط شارع أهالي البعاصي ناحية الحاتمية، ونشكرهم جزيل الشكر. محتاجين إسالة مات مي ومحتاجين مستوصف ومحتاجين مدرسة احتياطية، لأن هاي المدرسة كلش يعني مزدحمة وطلابنا خير من الله.